واش دري، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى دري تكونوا كاملين مزيان وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبدا الفيديو دري ما تنساش لايك سبسكرايب، اما كنتي دير سبسكرايب واش بارطاجي الفيديو مع صحابك الى عجبك الفيديو، وتخلينا شي كومنت لتحت راه كنقرا دري كاع لي كومنتر وكنجاوب على كل شيء. كنتمنى من اي واحد عنده الجهاوي ولا الوطني هذا العام الله يسهلك والله ينجحك، نتفرح له ونفرحوا معك ان شاء الله، وان شاء الله غادي تنجح الصاط، يكون متاكد انك ستنجح وستنجح. لا فريمون فريمون الدراري، كنتمنى الدراري اي واحد كان كيشوف هاد لاشي هذا وعنده الجهوي ولا عنده الوطني، سير الله يسهل عليك في هذا النهار هذا، سير الله ينجحك. سو الدراري في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نقلوا شويه من اللاك باننا غادي نقصوا شويه من الريزولوسيون ديال سمارت كاكا وحتى ديال البيسي. كما كتشوفوا هذه ريزولوسيون ديال البيسي ديالي 1280 في 800، يا ندخلوا سكيل ريزولوسيون باش الشكل هذا غادي نشوفوا 1280 في 800. الا جيت بغيت ندير اقل حاجه غادي نلقى عندي 1400 768، وهذه ما كتليقش ليا مزيان وكيكون عندي بزاف ديال الدروب اف بي اس. سو على حسب انت تقدر تلقى عندك شي حوايج اكثر، مثلا انا من 1280 768 من 1280 720، انت تقدر تلقى مثلا 800 في شي حاجه بحال هكا. في حاجه ما لقيتيهاش في حالي انايا غادي تجي غتبارك على ادفانسد سيتيز بهذا الشكل هذا، وغتجي غتبارك هنا ليس اول مود بهذه الطريقه هذه، كتلقى هنا بزاف ديال الخيارات. سو انا اقل ريزولوسيون عندنا هي 640 في 480، من وراها 800 في 480 انا كنرتاح مثلا، ولا كنلعب مزيان كنلعب 800 في 600. غادي نجربوا هاد الريزولوسيون هادي وغادي نديروها وغادي نطبقوها حتى في سمارت كاكا، يعني نفس الريزولوسيون ديال البيسي ديالك ديرها في ريزولوسيون ديال سمارت كاكا. غادي نطبقوا هادي وغادي نديروا اوكي بحال الشكل هذا وغنديروا ابلي. كما تشوفوا الخوت غندير كيبشين بهذه الطريقه هذه، كما تشوفوا يعني ريزولوسيون بحال قلتي بحال قلتي ليكرون غادي تكبر بزاف، ولكن ريزولوسيون غادي تولي هذه ديرها في الوقيت اللي غتبغي تلعب مثلا فري فايف. سو دابا غادي ندخلوا لسمارت كاكا وغادي نشوفوا ندخلوا السيتينز بهذا الشكل هذا. كما شفتوا الدراري نفس الريزولوسيون ديال البي سي هي نفس الريزولوسيون ديال سمارت كاكا، يعني كتبان الصوره مزيانه وفي نفس الوقت كيكون ما كيكونش عندك اللاك بزاف. كما تشوفوا الخوت فاش غندير فول سكرين بهذه الطريقه هذه كتبان لك يعني بيتو، يعني كتبان لك يعني كيبان لك ليماج يعني واضحه بزاف، حسن ما كنتش ندير ريزولوسيون الاخر. مثلا كدير 1400 في 768 وكاش مخلي هكا ريزولوسيون 800 كتكون شويه الصوره ما تتبان. سو دابا حنا غادي نجيو دابا في الحالات ما لقيتي هنا شويه دروب اف بي اس، يعني كاين شو واحد شويه اللاك بعض المرات غادي تجيك كيف ما وريتكم قبيله سكرين ريزوليشن بهذه الطريقه هذه، وغدير ادفانسد سيتينز وغتجي ليس اول مود وغتختار مثلا 800 في 480 و 600 ولا 640 في 480. هادي هاد اللي درتي 640 في 480 يعني ما كنظنش انه غيبقى عندك الدروب اف بي، ولا دابا جينا مثلا رجعنا سكرين رجعنا الريزوليشن العاديه اللي عندنا مثلا ولكن الصراحه باش كنصحكم هذيك الريزولوسيون ديال 800 في 600 هي الريزولوسيون اللي كتبان زوينه بزاف وكيلعبوا بها حتى البرازيليين. يعني في حاجه ما كان عندك دروب اف بي اس ولا لاك ديال الكاليتي يعني الاخر اللي ورتكم بها 640 في 480 هذيك اقل حاجه تقدر ديرها، يعني باش تكون نفس الريزولوسيون اللي كاينه في بي سي هي نفس الريزولوسيون اللي كاينه حتى في سمارت كاكا، يعني ما تكونش اختلاف مثلا تكون هنا دير 800 في 600 وفي سمارت كاكا مثلا ندير 700 في 500، يعني كتجي شويه الريزولوسيون ماشي هي هذيك. تي باش تشوف الخوت الا جيت مثلا ما كتكونش حاصله في السكرين ما كتكونش مزيانه، كتكون تكون لعب يعني كتكون لعب بطول الشاشه ما كتكونش كامله، كتلعب بطول وكتجي شويه خايبه. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا، الى عجبك الفيديو لايك 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 وما تنساش الدراري لي كومونتير ديالكم، ولو وصلتي حتى هنايا ما تنساش تكتب لينا في لي كومونتير صحاب الجهاوي والوطني الله يسهل عليكم، ونشوفكم الدراري في الفيديو الجاي.